الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أما بعد، صحابي تضباطنات ميسرة بن مسروق العبسي. نعم، صحابيا مجعي سبضنا ضدك بجه وذكما صعوا نغضه، لكن وصحابي وليس كيسالة وليري أول قائد مسلم يقود جيشا من 6000 مقاتل ويدخل بهم أرض الروم. إنو أها أبان دوله أقوه الرئي أي مسلمين هجامية عيدا ككوبا لحكم كدمنا أولاق لحقا يقول كروم والدقاء المركز لا أدي يعني وأنك كليجي لقو آمين إنو لحكم عيدا ككوبا ومركز الدقاء الجيليو. ها نحن أولئك في مكة على رأس 3 سنوات من بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، وحن وقت كان هذا تاريخ للسود تبيني أن جوجنا مكة المكرمة 6 سنة أيها كسو وريكت النبي صلى الله عليه وسلم سو ساري تانكيس. وهو ذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتنزل عليه جبريل بقوله عز وجل أما جل وعز فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. حل مرة مرحلة دي والنبي محمد صلى الله عليه وسلم أو النبي يسوع جارتي أي كسو دكتي أيدي جبريل وكسو دجاي أهيد حق كرودك وحل وفريو كرود الدواق مشركين تنكسي جيس. فيعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن مرحلة جديدة من مراحل الدعوة قد بدأت، وأن عليه أن ينتقل من طور الإصرار إلى طور الإعلان. هذا ما في سورة دكتور آيات في سورة الحجر كل جستاء آيات أفر إساق عشانات نبي قلت له هذا مركة إن مرحلة عصب إن أبي الله بنتي وآه مرحلة لقد قوريو مرحلة دي إيه أشوف كأدين كأهاي دونا جورة يو بنا نسكن لو جورة يو ودعوض أي تعمد على أن ضبط قرني وضع مقليان إلى أن فصدع كلمة الصدع وقرودك وهلو مخلوق ما هو الضبط في المدى الهجات. فبادر الرسول صلى الله عليه وسلم لإنقاذ ما أمر به أو لإنفاذ ما أمر به، وطفق يدعو الناس إلى الله جهرا بعد أن قضى 3 سنوات وهو يدعوهم سرا. نبي مكة مركبة وأولف القلي أيضا أوامرت أي حنبار سنتهاي وأنا مركبة قد قلي إنه فولنا يا أوامرت أسيدا أي تاو فولنا. نبي صلى الله عليه وسلم دعوة دي سي مركبة ورغي حقا أيو مدينة الجهر وسدح سنة مركبة كسو وريكتي سدح سنة أيو حالو أي المرحلة الأرقمية داجتي المرحلة الأرقمية ومرحلة الدار أرقى من الأرقم لمشي رجلي أو لشيء من جرو لقول تكذب المرحلة الأرقمية مكوى لجسو قدوحة لقد مرحلة جهرية وآه دكو رن مكوى هنا جاران. فلم يترك مجتمع من المجتمعات العربي إلا قصده ولا قبيلة من قبائلهم إلا عرض نفسه عليها وسألها أن تؤويه وتحميه حتى تبلغ رسالة ربي. النبي صلى الله عليه وسلم مكوى مرهدي ليري دعوة دابو بنان كهايس كانتو وكسر جود المرحلة دي إسقرنتا أهي مرها دي اللي يري وحب الله مركة إنه أصول بندقة يدمان قبائل كوردان هل كان مركة لغو شاقو إن أي دلو أي دقينيين أو بيلو أي دقينتها أما قبيل النبي صلى الله عليه وسلم توت تلو أي أصول بندقة النبي الله أنا هاي السؤال دوي محن ربا إن الدعوة دان إلا الداميسان وحيقوين من أهدب أنا مركة أديقة دفاع دان دلسوك صلى الله عليه وسلم مركة فرنتا ومركة قيبيني. وكان القبائل العربي تجتمع كل عام نحو من شهرين في أسواق عكاظ ومجنة وذي المجاز عرب قبائل شهيدة وحعالة وها إن سند كيلار بلوت أيكو كل من سوقي الأقوى وي إنك عكاظ من نمبر ويها أقوى عن سيها هي مجنة هي ذي المجاز هل كسر لي سوقي من جري سوق مركة وكوها أسواق كرنفال أه وبراعين وقصوا بندقوا سوغان وقصوا بني قارها مركع وكاف تاجنته فيبيعون ويشترون بعد ذلك يجيب سنجر بعشرة كجري ويتناشدون الأشعار في المحافل ويتفخرون بالمآثل على المنابر. هل كان مركع اللي سوغي ما دنا أشعارته أي هل كان الوتر انجري
gabayada lagu tirin jiray. Kadibna halkii marka la isugu faantamo oo walowda waxa ay tahay meeshii ka soo jeedayo laandirinimadii halkaa ku sheeganaysay. Halkaa marka la isugu yimaado manaabiba meeshii ku tiri qolada boo inaga saas aan ahayn halkaas aan ka soo jeedna hebel baa inaga dhashadaasa la gurayay. وتعزف لهم القيان بالمعازف هو إن كان هل كان المركب هو هي سيد معازف تال الجراح يجري ويح على ويح كمان اللي هو جراح يجري دو مركان هل كان سيسوي من جري ما كان اللي هو رقص يجري ويشهدون الرقص ويشربون الخمور ويشهدون الرقص ويشربون الخمور وها مركب برنامج كمان شيء كده يروح وها إن رقصها وها وبكعيار كان إني هالكا مركب قطع وضام التفرد خصوصا مياه خمرنا هالكا الجوع يعني بعد ما دا إني مياه مجودان لها سلي شو بي منجر شغلك اللي ما قمتين حتى إذا ما انتهوا من موسمهم هذا مركي جب جبتا سو إذا ما تو رقص جاي جبتا إذا ما تو ويه إلى قص الكرة إلى قص أو ويه إله اللي غيف عنك اللي ما بوح كذا مركب الصمري مضوا إلى الأماكن المقدسة لأداء مناسك حجهم مناسك حج مكة سواء الله والكل دي الحج أي مكة مكرمة ماشى الكعبة وقطع مكة سواء حكي حكى دوجيه كنت كشركي وتي أو أصنام وتي أو يدو لقى قاويها لحجين ولا بذني مكة ضمن رش ذو حيس كهد مبتذلة أدي الرخيص أو الليدة أو رنتي فائدة أنا لهاي قف ما أنت شغل سعيد تعي إنه ماشى إنتو يمر لا رب لا دماشى وتعين هاي إنه حاسة وبود بود أو ضمر إيو خم رأيو waxaan ka dhamaanay badno kadibna intuu yimaado hadana yiraahdo waxaan caabuday isagoo ilaahay ii shaqan tan karana ay weelido halka ku caabuday wakaana rasuulullah sallallahu alayhi wasallam yartani ma fursata dalika almawsim alkabir alladhi yajma'u shamla alarab kulli alarab nabiga sallallahu alayhi wasallam marka wuxuu si gaar ah ula beegsan jiray mawaasimta ay ka faa'iideysan jiray fursada ay ka faa'iideysan jiray ماشي عربو دانا يسوكو تيمار حدين داد كولا ماشي أن يجوغن كولي غيرو دو بحباك الجوغ قبيل دو بحباك الجوغ جفو دو بحباك الجوغ نبقى صلى الله عليه وسلم مركة هل كاسو بيك سنجر ما فيسأل عن القبائل قبيلة 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 والبانا مركة وري سنجر هل كيكا تيمادين ياتيهين هل كيكا شام ويتتبع منازلها منزلا فمنزلا كنت من قيوه دي ديگان دو نبقى صلى الله عليه وسلم سأسر عيد حقوش الجريك مبقروا مركة وطيقوا مرتيام وجيت في سمكة وحواية ويعرض عليهم دعوته ويذكر لهم خذلان قومه لهم إنه دعوة لنا نوبان لبه يسدى قريش قريش يوقع عن سيرين وأنا أسود دوين نبي صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم دوين وكان لي لكن عن كذا سنة وين جديدة فحيك دم يسموايا إذن كان مكة إذن لي ويسألهم أن يؤوه وينصروه حتى يبلغ رسالة ربه وكان النبي يكعو سنجرين إنه إنتين دمان أو سود دويان أو إهليان أي رسالة وضع النبي صلى الله عليه وسلم الله حمباران وضعك قاسيا ويعيدهم على ذلك الجنة إيش قاله الضوء الجنة تهلي دونتان إن شاء الله الجنة النبي صلى الله عليه وسلم بلن قادي فكان بعضهم يؤذيه باللسان فأمركوا النبي لما كان ماشي أستوى ضد شام شام أو معربدين أو مانكو دافسي سيهاي وحالة دا كجرة وعقل يلوك مالك ديها ينآي أقول بالكود الآن والجوابين جوابها يبيعين كلام أدوك مكار بدك مكار يسوق جلال كاتيجوري سوي قال كو بعضهم يؤذيه بيدي قال بعض قاعد نبقى صلاة وقاعد نقاد الجري فهمي بالإجابة ما لك حمد الكتب أم ينخص ناقته بعود أو نحوي فتدفل وتعثر أم في المركب يكسي الدين يجي دابر قوته سئ المركب أضر ضرطه يوجفته وبعضهم يرده ردا فيه شيء من الرفق وهم قد قارنا وما جاتكم بالهاية سعوجة ومدركين ويسكوا عينيه النبي صلى الله عليه وسلم على الرغم من ذلك الصد الذي يلقاه كهرمات كان النبي صلى الله عليه وسلم مركز صلى الله عليه وسلم يديس على الدين يضع أي جرته كان لا يمن ولا يكل ولا يفتر النبي صلى الله عليه وسلم من نوع الجرم مدى الجرم كما نقاب الجرم وسوتاكنا صلى الله عليه وسلم والدينة يا وسود تاجين الباب كان رجع حرنا يا وتاجين وحبو الشيء جيا نجات تقبل لي وسود تاجين بالباح يا الله قال وسود تاجين بق حام بالغوط وسود تاجين صلاة ربي وسلام عليه هاي اللي نبي يبرك ولي أنا وحلم بده مد مكة حجست إذن هيستا نروح بحزقون تيس يفرون تيس أي انضرب كجد جنا يوحان دينة يا إن تقول على النار كما تقول وسدا وفي موسم من هذا هذه المواسم يلا حل حليا ذا اللي جود جروح أو حليا ذا دكتي إيش كي منا يد
كانت قبيلة عبس قد باعت واشترت ثم خفت إلى منى لقضاء حجها. قبائل كماش سويمي بأوحى كم إذا قبيلة أما قبيلة لو كان عبس أو قرر ما يسرع كذا شيء مركي برنامج كودي ولما رأي أه بيع شريه ما كي لما يستن خفت إلى منى. كلمة خفت معناه لو محي وحوسي سفران وحوسي بقول حاجة يمنى لقضاء حجها حكى بسوق تيسيرانه. ونزلت عند الجمرة الأولى بالقرب من مسجد الخيف. وحين الدقيم ماشى أي كتال الجمرة الكبرى وهلك أولو مسجد الخيف مركة من الله طيب وهلك تضبات كان النبي أي كتو كدمو بضن أنا ضدك مركة يصول قران هلك أسأل الدقاء وأنا ماشى مدخل كأوه رأي جمرة العقبة الكبرى. فأقبل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وراكب ناقتها. النبي صلى الله عليه وسلم هاشي سوى مركة سارا بوضتك وتقيم وقد أردف خلفه حبه زيد بن حارثة يضعوا فنقشين هاي كي أجعلها زيد بن حارثة نبي ما يشاء ستين طبعا قوال يقول إن الله الله جواب إذا حمران إنت طبعا إذا ضدون بالبسين لكن سي سحابي كان أن أدو الإستاغنة تاريخي سبحان ربنا نبي محوك لكم راعة بس نقول ماشي أتقين محوك لكم. وكان بنو عبس قد سمعوا برسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه لم يره قط بعد. وإذا عذي إن راع بس لجهوده أي أو أي مقلان وسوق قال النبي قال إنه صاب صلى الله عليه وسلم لكن ولد ما ينأكل لكن هذا كا ويهيا مقل بيكوته إنه النبي صاب فوقف عليه ونزل إليه وقال صعد النبي قال كاسو يشتاق وكوها كرد كدي ما يشاء سو دولة كودا أي يوم عمرتي صلى الله عليه وسلم وأخذ يبشرهم وينذرهم بين يدي عذاب أليم ويبين لهم محاسن الإسلام ويتلو عليهم ما يتيسر من آية القرآن ويذكرهم خذلان قريش له ويدعوهم إلى أيوه ونصرته حتى يؤدي رسالة ربي ويعدهم الجنة. برنامج النبي صلى الله عليه وسلم أوقف وكان إنه أب شارية وأبدقه ويرى العذاب أيها الرأي إنه أبقد بيو إسلام كي محاسن تيسة إنه آيات القرآن وقد الأقريه إنه أغلب الرمو لكي كسو قال قريش إنه يراهد وركاليا إذننا إيه قرقارة وقرب كي يستاقعه رسالة أن قدن المقابل كان هذه دونتان وعجمه برنامج كوبا النبي صلى الله عليه وسلم أما فرنت أسيدة وكوبا إنت أمبايها. وكان في القوم إنت أنا مركب ما شاء الله في محفة ميسا دعوة إلى الله فدي هي دعوة معها دعوة ذو حبوبة هانتها إن الله أبحث وما لها ضدك إيه جوغان الله أبتغو بمعنى إلا أن ضدك ضد فربنا بخيرك جعلنا الله لكن وربا أنا أقول لهم خيرك ما شوك الصعود صلوات ربي وسلام عليه نسيسة سمين جل نين والضبا قبيبا ما يشيء تقنت يقول تقنت مركا الليه النبي صلى الله عليه وسلم على المحجة البيضاء بأمد بكياتي وحعب ليلها كنهارها وحقر صون يودا ينجلم دين تسيدة اي تهوق دي مركا الليه معناها يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم أو صعودا عيدا وردين الآن يجلم وحلو جسي أو مال مريكا الآن يجلم صحيح كفلا أو ماشي هو بكر الآن يجلم نوري كفلا النبي يسوع أن هيسن وهذا النبي صلى الله عليه وسلم هو بنبحيا إنه مفاوز ما لها إنتو جرى وقرار ده ده في إنتو جرى عيورة فرين ده سامين سيدا وجد الجو جمر هذا وكان في القوم ميسرة ابن مسروق المسروق العبسي سحابي جمانتا فضرا كناد أن كهل لأنه أيا دح جوجا هيك يشوف مكان للجوجا فالتفت إلى قومه طبعا مكة كان يقول مكة ما إسلام نسجنا ذلك يسول الله للرقاري تعالوا يا قوم نؤوي هذا الرجل وننصره وربي يقول تلك إيه هداتهين نيجا كان إنتان سؤال دو ويسنه أن قرب كيس إستاد فوالله ما سمعت قبل اليوم كلاما أنور من كلامي أو عدل هذا كوه يقول لي دقيقة إنكم أصعدين هذا كان نيجا نقول لي هذا لمير حق نورك يعني هذا سنة نور بلان أم هذا كتو سنة ولي دي رام قلين جنة جنانة هلا وجنة هلا وفي نفس الوقت نكال قرب كيس إستاد وحلا دي دماء. فالتفت إليه رجل من قومه وقال نبا سأقوس الجسر دع عنك يا هذا يا ميسرة ميسرة وبردا كبحة والله إن قوم الرجل أدرى به منك نين كان تلك كسو الجودة كايقا وكمان دي هنتلك إيه ويسو إليه نفقه دي يسموا إنها إيه كايقا مسكدة يعني هدو خير كدر المعنى لما صوت بريا لما سو إليه وإيه حيسان الله لو كان فيه خير لما نبذوه هدو خير كدر لها وقف خير فرح دو أهانها لما صوت طورين وتركوه يبذل نفسه للقبائل من أي سود داين استوى مركا ضد كدل وريجيم ما كلمة بدلة أما يبذل هو
فكلمة مبتدأ فاوجر مش انجلش كده ليدا ته يعني معنى نن دبكة سيل ليدا وادي اللي نان وجد تلسكوب بانديك يا من نقدين يعني معنى من نقدين تفصيل عن قول ليدا ثم لا يجد فيها ما يرضاه وهو لا يجب هذا عيد غادي كان نقطة انه هو يعني نيكا كان خير هدو كجر مرة دبكة لأي سنة عليك نكدا وقاطع آخر هذا اللي كان ولا يسكت وفتوه مثل هذا نكي وصاكر نعم ها إليك عن يا ميسر ميسر فرحك بحينك أن يده نوكين هلا فوالله ما يرجع به رجل إلى قومه إلا عاد إليهم بشد ما يرجع به أهل هذا الموسم والله نيك نيك أن الله عبد أوريك يسأل شر وحكى شر بلن أوريك ولا تجلها مكبين هنا محمد يعني تقف ستان وأوريك ندوه قول الله عبدان إلي كد مركي موسم كان ليسوي موسم بركيس بأي واركان وأن محمد هو بيسأل إنه هدية هاي وأترى على إنك أنا سود أقول شرط بعض هالكي ولا عم يسأل جوجي فقال ميسر ما كي هذا كله يسكت طورا نو بروحوا لي هاي أيام ميسر أحلف لكم بالله لا يظهرن أمر هذا الرجل حتى يبلغ كل مبلغ وعن داركم مريا نينك كان أمر كيس إنه كرن قندون إلا ما لبلو كجار وقت وحي من ضدنا محمد شأن يوسف ما أسر وقال ابن فاستمعوا إلى نصي وأبوه وانصروا ما أنت تلالي لدقيستا ونكا كان انتاب دونتان أهل لي وقرب كيسي استاد فطمع الرسول بميسرة وأقبل عليه وتشبث نبي صلى الله عليه وسلم مركو أركي ميسرة إنه دكا كدوين هاي وسي مركا حلك السنين يكون جفتو كعبري بدن هاي ونبي صلى الله عليه وسلم هالكا مركا هالكا ميسرة مقولي بحكا قرد مركي وانا صلى الله عليه وسلم يسكت دوره فقال له ميسر مركي واكيد النبي صلى الله عليه وسلم سجار انه يسوي سوء اباري يقول والله ما سمعت قبل هذا اليوم كلاما احسن من كلامي بل وقتها ما انت كهر سيدا هرب او شاغي هذا كان يكون يقول لي ما صار منكم ولا دعيت الى امر اعدل من امرك ولقينا به مشي غير لقبيل امر كان كتوصل له لكن ولكن قومي يخالفونني كما رايت لكن تلك كمل المري لا تلك يود يدن ربع المري وقد رايت انما الرجل بقومي ننا وتركي روح ان قبل كما كان مرها اكو ان كنت حجره سيده كلي وانا كنت حجره ومرك ما ضغطت على مكان مرها انقضى طبعا ميسر او قرعسن ان النبي محمد صلى الله عليه وسلم قرعسن هدنا وحلوينا هذه انه تركه كقرعسيله فإنما الرجل بقوم سكيدا رسول الله يعني محمد سكيدا انقضى على ذلك على لقاء ذلك الرهط من بني عبس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو من 20 عاما كلا كان محمد وراء عبس مالك أوليها شيء وهذا الله حنفتره لو جوابي وحكسه وريكتي لباتن صم نصر الله خلالها عبده وعز جنده لباتن كحسن وأنتم طبعا إسلامكم وجروي ما أردتي هكا ما أنت أقول في سنة أقاري إلهي بأن محمد صلى الله عليه وسلم كيس النقضة عينك المسلمين إلهي وأمرك قبل مسيح وأظهر النبي صلى الله عليه وسلم أمره دينته وكرمقته ورفع له في الخافقين ذكرى لبدا خافقين شرق والغرب بريء برحبة ما له الله مركا إلهي سبحانه وتعالى وهو جالس النبي محمد صلى الله عليه وسلم من عيسى نبغى محمد وفتح له مكة مكان الله وسنة ديانة لجار مكان الفرت ودانت قريش لحكم قريش ودنبا نبي مكة كان مكة أخر يبتو يوم ضد عيسى وهجان سمو وطفقت أفواج العرب التي لم تسلم بعد تفيد عليه من كل مكان دمان قبائل كي عرب هذا كهر عن إسلامنا وحيك بالله بالي إن ما يأكل الدون وكذا إيمانيا جماعة إثر جماعة كوعب بعض وكذا كذا بيج وجيت كنوع واحد تسلم بين يديه إن النبي صلى الله عليه وسلم هرتي سكو إسلامه وتبايعه على السمع والطاعة كدمنا أي النبي قبع على قال يقول له حجان سن يمقطع بوقته مركا كان مركا ذات إله سبحانه وتعالى وكان تقي وكان في من وفد عليه قبيل حجة الوداع بقليل سنتي قدام بين النبي وحج حجة الوداع وهو مجعابه وسنتي قدام بين صلى الله عليه وسلم وسنتي قبضنا وفود فربضنا وقابلي وحا أسر مرتين أسر وفدي إن الكهر إنت عن حجك الآدم ميسرة ابن مسروق العبسي سحابي قنا صعدين فلما مثل بين يديه وشهد شهادة حق قال
markuu nabigu intuu hor istaagay shahaadateynkii qaatay buu wuxuu yidhi acaraftani yaa rasuul allah, rasuul allah may garatay. qofaana ma garatay. qaala fiina nicam ha saaxibu dalika almowqif bilqurb min alkhayfi mina. soo ninkii meesha ma ahayn jooga oo meeshii khayf u dhowey oo mina mowqifkii berigii nala gudboonaaday oo noo xasiray miyaada meesha joogi. faqaala maysara wallahi يا رسول الله ما زلت منذ أن أخت راحلتك وأن أخت راحلتك في ذلك المكان حريصا على اتباعك. رسول الله لقب الله مالك الله ما تنسى إلى الآن مالك آت ماشى النص ومرتد له كاها شاد كورنتي إلى الآن ويغير الجنين إن أذي خراعة ولي مالنا قلبي كما ذنبهم. وأبى الله إلا أن ترى من تأخير إسلام لكن إلهي جل وعلا ما قدر إلا إن مات إسلام في وقت ونغضد وردعه. وقد هلك عامة النفر الذين كانوا معي في ذلك اليوم. دك مالك ماشي جوري لابناء وضياشي هذا رضا دقيت وجوابين بدن كود ويل إذن وضط نماض بنتي. فأين هم يا رسول الله؟ أول ما حقوها مبجوغان قال عليه السلام دك ويل انتين بقي دك ماشي نلجو وضياشي مالك كود جوابين دك دقيتي ماشي شغل تمت كل ويل انتين. فأين هم يا رسول الله؟ حقوه يا رسول الله ما تضبك عن كيبه قدام قيام maysara marka nebigu wuxuu weydiinayaa dadkii maalinkii meesha la joogay ee cabasiyiinta ahaa ee nebiga sida kulul ee sida xunna marka ugu jawaabay ee ku gacanseeyo yiro ninkan yaa lasoo dhaweyn ilay gacan oo xataa maysara la haray aan ku weydiiyo rasuul allah dadkan ciribtooda dambaan rabaa inaan ogaado halkay ku dambeeyaan. faqaala calayhi salaatu wasalaam kullu man halaka minhu calaa gayri alislaami nin kasta iyaga ka mid oo diin aan ku dhiman fahuwa fi nnaar waalu naar buu yiri nabiga sal lay fabaka maysara markaasuu maysara oo injabsado waqaala wuxuu yihi alxamdu lilahi aladii anqadanii bika min annaari ya rasuul allah ilahay baa mahad iskale sabab iga kaa dhigay in ilaahay naarta iga badbaadiyo. alxamdu lilah aladii anqadanii bika min annaari ya rasuul allah ilahay baa mahad leh suclaliya sabab iga kaa dhigay inaa naarta marka badbaado. halkaa dabcan waxaa ka qaadanaysaa oo kale qofka inta aanan xujada lagu oogin inaan lala xisaabtami karin maxaa yeele qur-aanku wuxuu leeyahay وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا أن نقدر في سكنا عذابنا إلا رسولا مقدر لهم إله يقول ليه وإن من أمة إلا خلا فيها نذير نذير مضرب الله وضعه إله سبحانه وتعالى هدنا آيات كالدون بلوكو شيقيا إن بن آدم كان ليس كعذاب إلا نذير إلا وضعه مولا قال من مركة والله دي ولا لها الله نبي قمال نبو وقت قليل لا مربو نبي قال keliya maaha markii loogu tegey halka ay degan yihiin oo masjidul khayf u dhoweyd markay xajka ay tageen hadalka wuxuu kasii horreeyey waa hadalkii jamaacatan oo la hadlay iyo si guud ahaaneed soo qabaalkii meesha jooga si gaar ulama hadda markii la joogay mawsimkii cukaad majas iyo soo ula hadlay nabiga sal lay slam haddana wuxuu ugu yimid deegaanka ay joogaan haddana si waadixa nabiga sal lay slam iyaga marka uga bogtay iyagaa si haddana cad bay nabiga sal lay slam u diideen marka maanta in yihaahdo kulluhum fi nnaari waa sax لكن ما تهدي دعوة أنا قال لهم وحبا أن جالسين لهم دعوة أنا شو قال لهم حالا به هذا كعصوبة معذورين. ثم ما لبث أن لحق الرسول الكريم ذي الرفيق الأعلى وآلت الخلافة إلى الصديق وشبت نار فتنة الردة إلى ما كل قدر معك نبي قلنا بنتي قبل أن كبسوا وريدنا مركي بوس كي سوحا شوكرا وبكر الصديق مركي وساد وقيد وبكر مركي وقان كساء وقفصدي بركي واتيه الدوبين وجعلت أكثر أحياء العرب تقول نقيم الصلاة ولكن لا نعطي الزكاة قبائل بدن كل وحي لا صوت شرط تقول أي رهدين وحي صلاة عند القوقي ونتكلمنا لكن شرط زكاة ما بحينين وعظم الخض على المسلمين واشتد عليهم الكرب أرمي كان وحي إلهي بلو قدري إن المسلمين كمصيبة يكون نقطة وكرب الضرنة يكون نقطة وخافوا على مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهاجمها المرتدون مستغلين قلوبها من الجند بسبب بعث زيد أسامة بن زيد waxay ka baqeen muslimiinta marka niman ka ridoobay inay weerar ku soo qaadaan madiina munawara iyagoo ka faa'iidaysanaya madiina maraashaheeda ilaa nabiga sal lay slam intuusan bixin waa tanu diyaariyay ciidankii usaama bnu zayd. usaama bnu zayd waa tan la diray waana soona si gaam uga soo hadalna marka intii wax iska dhicin kartay iyo wax difaaci kartay madiina munawara ee iyaga maciinka la biidayay ee ciidan noqon kartay ee hanaqaadka ahaa ee kaa kulli waa baxay مدينة ما كو حيسو سو هاري دت تبر درن اي دت هي ليس على ان حرج ولا على العرب حرج المعذورين بقى سو سو هاري دوم العيابه ما كجوا
صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحي قاد يا عبد الله فرت وهي مكبقا ضفك كان زكذا نبديدي أو إسلام كوارك عن شور لسي قاتل إنا إنتا كريه كوها كان أو زكدين إنا إسان كأهين وكريه المدينة منورة كسو قادة فكلم بعضهم الصديق وقال ما كاسي صحابة قاد كوت وحي الله لان أو بكر وحي لهم اقبل منا الصلاة اقبل منهم الصلاة ولا تلزم بالزكاة أبو بكر ضفك كان سيشت تود اللي قبل بعد ويا صلاة من هاتو كذين وانت هكذا أنك أقبلنا ونرعتو كذا لكن زكنا كذا واترككم حتى يتمكن بإيمان من قلوبهم فيزكوا فرعنا كقال إلا إيمانك وكذا الدقوة كذي من إيجا هل تنكو ذا يكتي ما ذا زكذا إني بحيان خاصة كان هل قدائي مرقو عيزني صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قليها كان عندي عدد الصارة أو المقوني أو إلا وإلا زكي إسارات كلام هران هدي ليران انتا إن كفر إن كسي فقادان كدينا اي كانت اني وير رسول قادا مدينه او مران تعيد كم بيغان دغان بو اده هلكا ماركا لوقت لا مريو وخي مال يما حسبه اي ايماش لو غت تغي وان واخ بس كدي كدي مارك انت او مقلا ابو بكر هلكا لوك يعني فانتفض الصديق لقولته هذه انتفاضه الاسد الدريع مرك ابو بكر اركا وكب يديده سيده وكو بو معرفتي وبو سيده لباح لداوعي او كان لباح مركو داوعي ما فريست وقال له والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة ديال البان وعديس بير البان لجدية قف كي يسكو ضيئن وكالقاب لبضا نسكو مضمانا متانها صلاة الزكاة قف كي كالقاب ديال البان لجدية والذي بعث نبيه بالحق لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتم علي مالي كاسو هذا المكين إلى ما قدرتين هدي إيدينا عقال الله كريم مركا بمعنى عقال كاس و وحري قايل ما عرفتي حولها لو دبرضه وحن معنى لهن وعوكو فديين اما وعناقا اما هدي حتى نلقى يدينا روايه كاكل دول وحير هدي يدينا والله ان انتقاك قاضي يدينا ابو بكر طبعا وان قصوا هذا اللي الموقف كان مركو قادني الموقف هذا قيل وها وفي ذات يوم من ايام تلك الفتنه المدمره العمياء ما هم المهم كم بذا يبغوا يتعلم في النظر يرى إنها أنا لهين أدرك بالبروسين خرج ميسرة من مسروق العبسي من ديار قومي في ند وصعد دقائق مرك ميسور ميسرة مرك وصعدنا وكسر دقائق ديجان كي عبسيين تركي سيد جناين ند كويل على مرأة من المرتدين ومسمع إذا نمك المرتدين تأيو جيدان نم وأرك ترى هلك وميسرة أمرا يفقوا صماني ومعه نفر كبير من قوم رأوا سوك حيسي ضد آدي ضد ربضان أرير كيسا وقد ساقوا أمام زكاة أمالي مركز رأوا سوك حيا وحلوا سوك حيسان الزكاة من سمان الشياه وكرائم الإبل وحلوا روحي أريا وحلوا روحي جيلة أي سوك حيسان ويكوض حلكة شلستة ويدا على نهاية وحملوها بأسناف الغلات وحكروه ليها دن وحل وحي غله لغة عربي وحل وح صبح إذا كذا قاعد بالكوا كلا نقول وحي كصبح بيرت وح كصبح بمشرق وح كصبح غله لما يعوى وحل وحي غله مما تجب فيه زكاة وحل وحي زكاة يكون جودة كان هذا مرك قياس مرحلة ضدك أنت أوبر عربي أي ردود الدين كذي بقول قرتي وح كوب بحير ده أنا أي تهشين بالحسيه والدين هشين الدين ما أي تهش إذا كدينا أتنين كأوبر عربي إنه واحد لو يحيي هنتيها هي حالة رجل كيسه هستين إنه وضل إنتو صار صاره إذا مرحلة اللي يوجد هذا أسوق القوي حاجة يا أبو بكر السديب ومضي وهرك إنه مدين مرة كسو وارده هذا قياس مكة هوش هوس سهل لنا سنة ومضوا بها نحو أرض الحجاز ترفعهم النجاد وتحطهم الوهاد فإذا علوا مرتفعا كبروا وإذا هبطوا منخفضا سبحوا فعكرها دنوه ليا أنت ويسي سعلان حق أرض الحجاز ومركي كر مقضان من الله أكبر بإلهين مركي حصو أدعان سبحان الله بإلهين مركي ما يسار يسوي كل مشالة تجي وكذب تجي ضد كان كرادة بضان إحوالهم ولا وضد إساق صواب من نوض النساء إسلاما عبسيين تشال النبي لها نائما أي ما أنت إلي سبحانه وتعالى وقدر المؤسرة كريم وكشقشت وكل جولين أو صاك حيئة مركز كذا الوقت فلما بلغ ميسرة المدينة مكي مدينة وصاعق ديالك ميسرعها دخلها ويسوق أمامه ذلك القطيع الكبير
الذي ازدحمت به الأزقة وحوق رئيسه كحين يا حولها ترضى بضم أو ودوينك المدينة المنورة إلى عين التونين حتى أنا أخاف أمام بيت المسلمين إلا أو كسو كسو غتين هلك أي تهاي بيت مال المسلمين عشان سكان وماشي لو تلقى حالها إلا كبير ففرح بها المدينة أعظم الفرح فما فرحتك يومي بضني مالك الملك إن جنوح المدينة كنت من أبدك فرحان وتلقاه الصديق بالغبطة وقال له أو بكر صديقنا وأكب دومك يسير سجى مشاعي كدت وعون وجواب يري بارك الله لك ولقومك بأموال وأثابكم الجنة أدي طول كايبا عليهم الله يدين بركة جننا الله يدين كو أبا مريم ثم أوصى به خالد الوليد كيف إن خالد الوليد سيجار وغاد الدار وحيل رقاس يطول كاي باشا ماشا دقن كور حي ودا سيجار معنى يعني إن أي نقضان ذلك شري وجود الراء ومرحات كه دينك إلهي دع عنك يا ميسر لو كان فيه خير لما أنت هذا لذا قريب إن نقضان ذلك وجو إيمان كفي عن حرب إلى حرب على وجهة آدي ضد رب الوجهة حرب لرب هي هي لرب هي الوجهة حرب إسلام يهي وكان ذات الوجهة يعني حرب وآدي ضد رنت إن موجان إيمان مش موسى الرئيسي انت سو شفع قال سيدنا الله سبحانه وتعالى انت ولي هذا ما حدا قال لي منا وقت النار تلقى رسول النبي الشيخ صلى الله عليه وسلم ومنذ ذلك اليوم لقب الله مالك وما يسر موجي ايمان كدبتا توثق عرى المودة بين ميسرة المسروق العباسي وبين سيف الله بن خالد سيف الله خالد وليد لقب الله مالك او ما رتي ميسرة وايمان كدبتا موجي حريرك الاحمر كالجعل دحمري أو حريك وناك سناء ولا تناء دحمري خالد وليد ميسر أيضا مسروق وحون نغض من أجل أسره فانضوى مسيرته ميسرة تحت لواء ومضى معه مجاهدا في سبيل الله مركب حكم من النمكة عسكرتي خالد وليد هرنتي سوى قبيري معركتي وحون المقضي قف مجاهدا في سبيل الله على الرغم من أنه كان شيخا قطعنا في السن لكن مركب من قبوبي ما هنكي مالك النبي يقول تجي مسجد الخير لو أتنك سنة كهر معها تودي كوكولني ما دي مجدته وأسديه معها إن أمريكا إسهي سماه أمريكا كان حرد ما كويس بدل شيء لكن إيمان بعوضا إيمان كان واحد بكون وكأود ولي وفي معركة فحل بالأردني معركة الله مرة بعد معركة فحل الأردن كاد على اشتد البلاء على المسلمين وكاد يظهر عليهم الروم وأتن مسلمين تأدي الرجع عن سرين وأتيها ليس أي نقطتين إن معرفة نقطتين إن مكة لا يعد كارل ليبتون أيوه يتحقق إن يعني الرومان كان يلا ماشي لمرج فبرز من معسكر العداء فارس موفور الشباب وثيق الخلقة شديد البأس طبعا دجال كإنتو سم بالله من كهر وحاجة لمبارزة وإيش صبحها وبروز قال الله نبي بكرة صبحية دجال يهنا قال الله نبي بكرة صبحية كده لو ذا اللي سكوب كأنا يا هضبكي مكة هذه من الديرة حتى نبكى على صواب بحي ساسي كسو عانيس قولا دي ليس هي الرومان كأوحا كصواب بحي نين لن يرعى حوق له ويسهيستا ومرقلة ورنتي من كل إكران وجرين وطلب وجعل يطلب مبارزة يبارزه فهابه الناس مركا يصير هل يصواب بحمر يا إيسو برودي كرا لتكو يكبق ذي المرك لو من الآن يضف الفضل سيفتح رعنا العين فإذا بالشيخ المسني ميسر ابن مسروق يهب لمبارزتي نكن أضيع ما يصير ودأبا أيني أنا أبحي إيه داري فرده خالد خالد بيد مي فريسه خوشا ليس لك به طاقة نكن سكن عديتك فهو شاب شديد الفتاة وأنت شيخ معمر وأن إن لم يراه سيسته أظن أضيبا تهيء الدقوبي فلم يستمع ما يصير لقوله لكن ماذا ليس وهم بالمضي نحو الفارسي ويسكد ينقصي الدقاق وأنك كان مركب وملحة القليل فدفعوا خالد الى الصف خالد بدي بعيد ما دب هو نقول الصف كاي وهو يقول سؤاله اما بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على الطاعه رسول صلى الله عليه وسلم مركه سو اسلام ليس وبعد لك ليس رسول الله هو جانس بان ديار رسول الله دينا فاطع وارجع الى صفي هذا اطع لان بص الرسول كان تاجان هاي صف كاي دب الله عند ذلك ركض دب الله تي برز للفارس الرومي شاب من شبان المسلمين نيم كلا بل يرى أصبح ومسلمين تكسر وما زال يقاتل حتى قتله وحي سر روكتانبا آخر كما كان نيكي مسلم كاكتا خلص نيكي رومان كا
وكأن الله تباركت حكمته قد ادخر ميسرة في ذلك اليوم ليكون أول قائد مسلم يقود جيشا من 6000 مقاتل. وحبب مودار حكمة الإلهي ما نكا إلي كجرتي إن ميسرة لو دب دقي إن أنقضه هجاميه هجامين لها لحنا لحقن عينا كوكورا أو دقال قرى ويدخل بهم أرض الروم غازيا في سبيل الله كدمنا حق أيوه ماشى لله أرض الروم وأباره ثم يعود من غزوته مؤيدا بنصر الله لأن معنى مالك أسهدو دقاتك قيل لها يسوق الدأنا للدين لها خلاص حم قبتين لكن إلهي العمر يسور هذه مالكينا كفي المؤونة بوسك من كلا لو ريقب إلهي سبحانه وتعالى عمر يمرك يكذب إلهي يوحو قدره إن لقى على معركة الروم يضا ميسرة أو نيكي شلي لها نيكي نيكي قدايا يسوق مانتا دأنا ويكو جرى إنه جامعين فكما لحكم كلمة ودعال ولقرة لمك الرومانكا ويدخل من أرض الروم غازي في سبيل الله ثم يعود من غزوته مؤيدا بنصر الله كلمة وصال عبطة يسوي سوق وليسي وإله سبحانه وتعالى وكو أيدي نصر جيس حاملا معه من الأسلاب والغنائم ما فاق كل التقدير يسوي وتوح الله وحي لغسوا فرطة قال داس صلبي وقفك وحلقا فرطة يوح الله وحي غنيمة وفرق قبسية وبوتية وح رنتي أن لا تصورا كريم بأشكالية تقال كان أروا على الرومان وضبطوا هاي عن حوالها يستطيع رقم بأي هاي اللي حتكونوا عيدا أنا رنتي إنك الصائد مركة إيه الله إيه الله أنا إيه وحل الشيء أنا يعني هدنا ضد مشين إيماني وهذا هاي إيمان بكل دقال لم يجد المهم إليه وقدره إن أيقول رنتي لا تعمك رئيسه يعني معبدا الطريق أمام جند المسلمين وعقل وسي قول حاري وضضه وسي معركتي وسي حارعين كمسلمين تقرار كتجدون منذ عهده إلى زمن محمد الفاتح لا قبل الله مالك الجوش يسوعيا إلا لا قال محمد الفاتح وقت يسوع الذي فتح القسطنطينية فيما بعد ما شكل السنتين لقوم العوانيك دبدا ما كفرتي إلا وقت يعني المعنى يظهر رومانكو إير يدين أن لقيلي كريم ومال أي إسكاء هاي موضاء وأن مرح لو بعدي كريم نيكي وضضها فرول مركو بربا ينكو إلى ذكاتبك هدي ما نيكا مبارزة نيكا هل كان ينو مركا سيفا لسد عاي وقم بيه لها كدمنا لغلا حرمر لها سيفت إلي ولا غدا إيري هاي وانا لغا أود بلي هاي هل كان سوكو ديمان لكن إلي سبحانه وتعالى وعوق قدره إنو مركا مرحلة دا وجوغو كدنو أمضى مركا أفرطو معيشا نهضى لتعبان كرو قنانا بكم بارم لان درسي يرونتي قدق وغهر وكوب نبي صلى الله عليه وسلم دعوه يسوينا هاي دعوة ديناميكية وحركة ودقاء قيسة دعوة فرد ديني سانهين بعد ما شاء الله يقال الله قفك الداعيقة منو قوس طمع يعني قلاب التكتي فرنقاتي قوى المجيلة بدأ الوحد وديقى لقاء عن بوفي مرضى لقاء وسطي معنى دماء دعوة دماء دماء تمام مدك يا قفك منو فهمون قفك الدين تشيقي إلهي سبحانه وتعالى إساق أدان مراح أدو دوه ديقال دوه ديقال وحاديقة لقاء الرواء مكلي هوش القدبي لكن درسي إلا فهمي نيكن إنه تكري كم إنه صامي تنو إنه حجابته هو أريه قوتها ما لأن هذه هدايات أريه حاك سان هداية بيان إلى هنا وحاك سان هداية توفير هداية البيان أريه ذكر وعدين وأسلم وشان صلاة الله بعد سكرة وارتكرة وصلاة أصامد لكن قف إنه صلاة يقول ما هو أريه قوتها ما كمان مرك إذن أني شغال بالنتائج قف إنه كوها ولا نعضة نتائج تا أي دعوة أي كان يسوى خلف هو أريه قوتها ما يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته أنت النبي قال روح حساب تمر بلغ 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 إلا أمرنا إليه لست عليه من مسيطر هذه كما خسب النتيجة أنا دول استعكت كما صلبني مسيطر ومسطرر مسطرر يعني ما عندنا إيه يسكو جويني ما عندنا هذه كيف مسجد كما قال مسنوس على تمصوا من هوش هو كود الغد السلامة وهالكي ولها يعني كي كاتب كتاب كي سعوان وغيره دعاة لا قضاة أنا ضد كان ضد حوشي جينا مويانا محق منه ضد كان يو حكم كوري والدوري حوشا هو إلى هو تاو إنك الدوري إنك كان لكن هذا وحشك وعند ضد كان ضد يك قبل دارنا شرح وعند ضد كان منافق نور يك قبل دارنا شرح وعند علمانية اللي يك قبل دارنا شرح لكن أمضى إن الحكم كذب قال الحكم كان حكم إما مويان ما فعكر ما شاء الله يقابلنا أفضل بني آدم كهونتي داقات كيسة قدرات كيسة لما ضيع سنكر ميسرة أرك وحوصا إسلامي وبين حجة الوداع ومركي مكة المكرمة
طبعا وقت يا بابانا نمك مصر شرقين تا أورين تاليس كمركة الرمان إن السحابة دقا الكود دوران عيلا أنا كوي سوا إسلام فتح مكة وبمعنى هو من حينين لقا أركا دو إسديبا والله أركا وحيلين ما عرفتي مكة كان كوستو يكون مكعابا نين لقا أركا دو إسديبا ويو أركا وعيو أركا نين شل إراشين سور راسدي وعيو أركا نين مركي نبي محمد صلى الله عليه وسلم كركا عري مكة صوغل وحاسوكو يو أركا تفاصيل تيسارانو لكن أرك ما يسارا iyadoo riddadaasu ay jirto afar magaalo mooyeen magaalooyinka dhan ay riddoobeen oo cid islaam ku soo hartada fara kutirisba ay tahay madiina munawara mooyaane meel yareed mooyaane oo jeish ciidamo fara badan oo murtadiinana meesha isa isu soo diyaariyeen oo muslimiinta kale markaa ka qaybinayay oo ku dhex dhuuman karo ayuu xoolihiisii iyo tolkii isagoo saa u wada hogaaminaya meesha keen waxay muujinaysaa iimaankiisu inuu ahaa iimaan dhaba aanu iimaan ahay maaragtay shilin ku raadiye boos ku raadiye hadday nambaradu isku aadeen ka faa'iideysay inshaallah markay kala daasanaan dib ugu qoro iyo inama takarana lama yaabi markuu inama aradun biqawmihi dawanin jaahiliin markaa ku jiray qof markuu jaahil iska yahay oo islaamka aanu dhex gelinna inuu tafkiirka wali iimaan waa sida waxaa kaloo meesha laga qaadanaya haddana laga yaabaa tolku haddaanay khayr kuu wadin inay meel kale kaa tuuri karaan maysara 20-kan sane waxaa dib u dhigay hadal tol hadii uu dhigay iyo reerka hadii uu dhigay laakiin hadduu maalinkiinii labar xaqa iga leexda oo xaqa iga horsaagina inuu khayrku marka uu ka tegi lataan in marka uu fahmo oo muwaasana uu ka sameeyo islaamku muxuu yahay tolkana muxuu ii wadaa islaamku muxuu yahay reerkuna muxuu sheegaa oo mar walba prioritiga la siiyo ilaahi subxaana wa tacaala rasuulkiisa waxay leeyihiin wa ilaa huna wabillahi tawfiq.